السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، بس أنا ليا عند حضرتك سؤالين. هاتي. في سورة الملك، بيده الملك، هما السلف بيقول لا يؤولون إن لله يد، ولكن يقولون إن لله يد ولكن لا تشبه يد الإنسان. والخلف إن المراد باليد هي القدرة، هل هذا صحيح؟ لأن أنا قريت في كتاب إن أهل التعطيل هما بيقولون بالقدرة، وما لقيتش خالص انهم اهل الخلف هم اللي يا بيقولون أختي، كده. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وفي الحديث أنت آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. وفي الحديث يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. فلله يد لكن لا تشبه يد الخلق، وكتقريب للمعنى لله سمع لكن ليس كسمع خلقه. فأنا وأنت ونحن كبشر نسمع، لكن إذا تكلم أمامنا شخصان في آن واحد التبست علينا المسألة. إذا تكلم أمامنا 10 أشخاص في آن واحد لم نكد نميز. إذا تكلم أمامنا 100 في وقت واحد لم نفهم ولا قولا واحدا. لكن ربنا يسمع الخلائق أجمع، إنسهم وجنهم وملكهم وحيتانهم في البحار والوحوش في الغابات، وكذلك الديدان في الصخور والطيور في الهواء وغير ذلك. كلهم إذا تكلموا في آن واحد سمعهم ربنا تبارك وتعالى، لم تخف عليه خافية منهم. وكذلك الإبصار، نحن نبصر والله بصير، لكن ليس بصره كبصر خلقه. فأنا وأنت نرى من أمامنا ولكن لا نرى من خلفنا، ولا نرى من عن اليمين ولا عن الشمال إلا إذا انحرفنا. وإذا رأينا من أمامنا لا نرى من فوقنا، وإذا رأينا من أمامنا نرى إلى بعد محدد. لكن الله يرى الخلائق أجمع، يرى الخلائق كلها، يرى المدفون تحت الأرض والمغمور في البحار والطير في الهواء والإنس والجن والملائكة وكل المخلوقات. فهكذا سائر الصفات، الله سبحانه له أسماء وصفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كمثله شيء. وهذا ينتظمه قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهنا انتفت المماثلة، وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر. وهكذا كل الصفات. بارك الله فيك وجزاك الله.